حين انتفضت جماهير كوبا تائقة للتحرر والاستقلال كان هو قائدها للثورة مفجرا وللدولة بانية. وحين حوصرت جزيرته وجوع شعبه كان هو في مواجهة العدوان متقدما والاستنهاض الصمود مجدرا. حين رفعت فلسطين راية الكفاح كان هو قامة لفدائي القبضة والفكر والسلاح، بالموقف صادحا وبالعمل ناصرا. فيدل كاسترو. المناضل الثوري الكبير والزعيم الأممي التاريخي، إنسانا محبا وذكيا وماهرا وشامخا وصامدا. فيدل كاسترو ثائرا ومقاتلا ومكافحا وقائدا ومفكرا وزعيما. في التسعين من عطائه لا يزال يتأمل ويكتب ويلهم بفيدل كاسترو وفاء وعرفانا للتاريخ والأجيال وللثورة والمقاومة. فيدل كاسترو رمز في جدارة الحياة.